اليوم أتكلم لكم عن موضوع جديد، موضوع هرمون النمو ومشاكله، بالذات نقص هرمون النمو عند البالغين 18 سنة وما فوق. أول شيء بنعرف من وين يطلع هرمون النمو. يطلع طبعا من منطقة بالمخ يسمونها الغدة النخامية، هي اللي تفرز هرمون النمو. هرمون النمو ما يفرز بشكل متواصل طول اليوم، لا، يتم إفرازه على هيئة نبضات وبشكل أكبر في فترة الليل، في فترة النوم العميق. يعني أنت ما تكون راقد ونايم بشكل عميق، هذه الفترة اللي يزيد فيها إفراز هرمون النمو، وبشكل أقل في فترة النهار. أكثر تركيز حق هرمون النمو بجسمك يكون في مرحلة المراهقة اللي هي مرحلة النمو، لكن إفراز هرمون النمو يكون موجود عندك من مرحلة الجنين، يعني من ما أنت كنت جنين لي حتى لما توصل يوصل عمرك 50 أو 60 سنة. إذا شنو وظيفة هرمون النمو في اللي عمرهم 50 و60 و30 و40 إذا اكتمل نموهم حزتها؟ وظيفة هرمون النمو حزتها مو بأنه يزيد من طولك، لا خلاص وقف.